صحيح. رايك كيف بيتسو موسيماني النهارده؟ هايل هايل ومش النهارده بس، ورايي برضو من زمان ان الراجل بيعمل شغل، بيغلط احيانا اكيد، هات لي مدرب في التاريخ ما بيغلطش، مفيش. لكن انت خده بقى المدرب بشكل عام وحلل الاداء بتاعه في المباريات الكبيره والصعبه يعني، وبتشوف مراكز اللعيبه بيبقى بيعملها ازاي، شوف التشكيل بيعمله ازاي. النهارده داخل هو الراجل كان قراره الشخصي انه يبتدي ضغط وهاجم على هو قال كده، وده جرأة مدرب، لكن احيانا زي ما انت بتقول ان المدرب ممكن يعني بيعمل حساب للظروف، للغيابات عنده، الفريق اللي هيلعب قدامه فريق عنده مهارات مخصوصه هو شايفها، فبتلعب بالهجوم المرتد. صحيح. بس الفكره بقى في الهجوم المضاد ده انه لازم يبقى ليه شكل كمان. يعني انت لو هتدافع، طب هتيجي لك الكره وهتعمل هجوم، الهجوم ده لازم يبقى هجوم حقيقي، ما يبقاش اشباح بتجري كده قدام ثلاثة أربعة ويبقى ده اسمه هجوم مرتد يعني، صحيح. هجوم مضاد يعني، لازم يبقى هجوم بعدد كبير من اللعيبه يعني. فده بيختلف من مباراه انما الشخصيه لما بتظهر بتطلع احسن. النهارده الاهلي لعب اجمل مباراه ليه تقريبا في تاريخه مع كاس العالم للانديه. الاهلي النهارده لعب احسن مباراه اه طبعا في تاريخه في كاس طبعا، العالم للانديه. وانا ده بقيس تصريح ده، مهم ده برضو وانا يعني. بقيس ده، بقيس ده على الفرقه اللي قدامه كمان، وطبيعه المباراه وظروف المباراه والغيابات اللي عنده وقوه الهلال. الهلال اللي كان، انا اعتقد ان الهلال ومدربه كان عندهم حاله، مستسهلين الماتش شويه، لا انا طبعا مستسهلين، مستسهلين بس الماتش ايه، شويه. حاله غرور بالاداء اللي اتعمل قدام الجزيره وقدام تشيلسي الشوط الثاني، وغرور بالسبعه المحترفين الجامدين جدا ايوه اللي موجودين في الفريق، ده حقيقي. وباداء الفريق طبعا الهلال في كاس اسيا وفي الدوري السعودي ايوه بتاع ده. وبالمناسبه انا عاجبني جدا يعني، ده درس من الدروس، الدوري السعودي ماشي عادي زي ما هو، والمنتخب بيلعب في اسيا في تصفيات اسيا، والهلال بيلعب في كاس العالم للانديه، مفيش حد حاطط ايده على خده لغايه ما المنافسات دي تخلص.